هذا هو تفسير الآية الكريمة: ولا يجرمنكم شنآن قوم. معنى آية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا من المعاني الهامة التي يجب على كل مسلم معرفتها. وتعد هذه الآية إحدى آيات سورة المائدة التي تناولت كغيرها من السور المدنية جانب التشريع بشكل موسع، إضافة لموضوع العقيدة وقصص أهل الكتاب. جاء في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي أن معنى آية ولا يجرمنكم شنآن قوم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي كونوا قائمين لله بكل عدل حق يلزمكم القيام به وتشهدون بالعدل، ولا يحملنكم بغضكم لقوم على ترك العدل معهم، واعدلوا في الأولياء والأعداء، فالعدل أقرب للفلاح واتقاء النار. وجاء في تفسير الطبري قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي يا أيها المؤمنون عليكم القيام لله شهداء بالعدل في أوليائكم وأعدائكم، وألا تجوروا في أحكامكم وعلاقاتكم فتقعوا في ظلم أعدائكم لعداوتهم لكم، وأن لا تقصروا فيما حدد لكم في أوليائكم لولايتهم لكم، ولكن عليكم أن تنتهوا في جميعهم إلى ما حددت لكم وأن تعملوا بما أمرتكم. أما في قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي ولا تدفعنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في الحكم فيهم فتظلمونهم بسبب ما بينكم وبينهم من عداوة. أما قوله تعالى: اعدلوا، أي طبقوا ميزان العدل على كل واحد من الناس وليا لكم كان أو عدوا، وبذلك تحملوهم على ما أمرتكم به أن تحملوه عليه من أحكامي، ولا تجوروا على أحد منهم. أما قوله تعالى: هو أقرب للتقوى، معناه تعود على العدل، أي تطبيقكم للعدل على الأولياء والأعداء هو دليل إيمانكم وصلاحكم. أما قوله: واتقوا الله، أي واحذروا أيها المؤمنون من ظلمكم لعباده فتجاوزوا فيهم حكم الله الذي بينه لكم فتحل بكم عقوبته وتستوجبوا عذابه. قوله: إن الله خبير بما تعملون، أي إن الله ذو خبرة وعلم بما تعملون فيما أمركم به ونهاكم عنه من عمل به أو مخالفة له.